أو تنبؤاته في الغيب التي وقعت كلها تحقق. يتنبأ بموت عمار وبما يشرب آخر لحظاته، يتنبأ بقتل ولده وحفيده بعد 58 سنة يقتل هذا الطفل، وهكذا وهكذا، كثيرة شواهده والغيب الذي استعمله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينظر بمنظار اللوح المحفوظ، يعرف هذا وين مكتوب، ايش راح يصير لهذا شنو. طبعا هاي الخصوصية ما تكون إلا له، لأنه رسول الله، لأنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ممكن لعباد الله يطلعون على اللوح محو لوح المحو الإثباء، ولكن يمكن لا يعلمون ما في اللوح المحفوظ إلا أن رسول الله. وبالتالي إذا فرضنا امتياز للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا الامتياز يأتي لما بعد من أئمة على شاكلته، على حقيقته، أمير المؤمنين والصديقة وأهل البيت. فإذا تحصل من ذلك كله إن البداء إنما يقع وين أو أين؟ في اللوح، في لوح المحو والإثبات، في لوح المحو والإثبات. هو هذا الذي الناس تتصور، هذا زيد من الناس راح يبقى طول عمره عقيم، لكن مكتوب للذرية، فظهر للناس بمعونة من الله سبحانه وتعالى وتسديد منه أن لا هذه كل ذرية، لأنه مكتوب إذا عالج نفسه راح يكون له مثلا، أو إذا نذر، مش مو عالج نذر، كما حصل العام الماضي عندنا أحد الأخوة نذر وصار بعد سنين من العقم صار عد ولا لا عنده ولد، نذر لله سبحانه وتعالى. إذن البداء إنما يكون في اللوح المح في لوح المحوي والإثبات، اللي هو لوح القدر مو لوح القضاء المحفوظ. لوح المحفوظ لوح القضاء ما يصير ببداء، لأنه واحد يشكل على البداء، شي يقول له كنت إذا تقولون أكو لو البداء إظهار الشيء، إذن كيف تقولون لوح محفوظ أكو؟ لوح المحفوظ مكتوبة أشياء مسجلة ومنهية عنها، كتبت وانتهت، فكيف يكون البداء نتعامل وياه مع قضية اللوح المحفوظ؟ نقول لا، هناك لوحين، هناك علمين، هناك كتبين، لوح محو وإثبات ولوح محفوظ، ذاك لوح القدر وذاك لوح القضاء. ولعلنا نفصل أكثر في درسنا القادم إن شاء الله من أنه البداء تكويني وتشريعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.